كل سنة طيبين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ندردش شوية النهاردة مع بعض عن العمل مع الله. العمل مع الله في سفر ارميا الاصحاح 48 اية 10، في اية بتقول ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. يعني ايه رخاوة؟ يعني ايه؟ بنشاط. يبقى عكس النشاط كسل. يبقى اللي بيعمل عمل ربنا بكسل باستهتار. ماشي. الكتاب هنا بيوصفه ان هو ملعون. ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة. كل انسان مننا، انا او انتم او اي حد، ليه رسالة في الحياة. انت ليك رسالة، انت ليك رسالة، كل واحد ليه رسالة. حد عارف رسالته؟ ربنا اللي بيختار لنا الرسالة. تمام، صح. بس ايه رسالتك يعني؟ تتوقع ايه؟ الاعمال؟ اعمالك؟ اعمالك هي رسالتك؟ لا، ده اجتهادك. انما الرسالة اللي انت جاي عليها، يعني ربنا بعتك هنا في الارض ليه؟ ها؟ نمجد اسم ربنا. طب ربنا لما خلق ادم زمان خالص، هو كان اول انسان، صح؟ خلقه في الجنة، خلاه يعمل ايه في الجنة؟ سابه كده في الجنة لوحده ولا قال له خليك هنا في الجنة كده وخلاص، ولا عمل بيعمل ايه في الجنة؟ يعمل، يشتغل. اكيد كان بيشتغل، يعني مش معقولة كان قاعد كده يتفرج على الجنة وياكل ويشرب وخلاص، صح؟ كان ربنا بعته ان هو يشتغل، يعمل. فربنا لما ارسل ادم او خلقه وقال له اعمل، هي دي الرسالة بتاعته. انت يا ادم مهمتك انك تعمل ايه؟ تشتغل. فمهمتنا كلنا هنا بنشتغل. مين ما بيشتغلش؟ كلنا بنشتغل، صح؟ في حد هنا ما بيشتغلش؟ تشتغلي؟ ها؟ بتروح مدرسة؟ من المدرسة ده شغل. فيعني كل واحد ليه عمل وليه شغل. هي دي رسالتي. انا لو مش بشتغل يبقى انا ماليش اي ايه؟ لازمة، صح ولا لا؟ اكيد لازم اشتغل ولازم اعمل. بس اهم عمل لازم اعمله ان يكون العمل مع مين؟ مع ربنا. بولس الرسول بيقول لنا اعملوا ما دام نهار. يعني طول ما في نهار نشتغل. يعني ايه؟ طول ما في وقت ان احنا نشتغل لازم ايه؟ نشتغل. حتى السيد المسيح بيقول لنا ايه؟ ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. يعني الاب، الله الاب بيعمل، الله الابن بيعمل، الله الروح القدس برضو بيعمل. يبقى انا ربنا اللي خلقني على صورته ومثاله، المفروض اعمل ايه؟ اعمل، اشتغل. ماشي. يبقى يقول لك في المثل البلدي الايد البطله، صح؟ وزي ما قلنا اهم عمل هو العمل مع الله. في قصه كده بتقول لك في واحد طلع جبل عالي، قعد يطلع يطلع. طيب انت بتطلع ليه يا عم؟ قال لك انا اصل نفسي اشوف ربنا، انا بطلع الجبل ده عشان اشوف مين؟ استاذ جورج بقى بيصورنا. قال لك انا عاوز اطلع فوق عشان اشوف ربنا. المهم ربنا ايه؟ قال انا هكلمه. سمع صوت ربنا بيقول له انت طالع ليه؟ انت جاي هنا ليه؟ قال له اصل انا عاوز اشوفك. قال له انت هتيجي تشوفني هنا فوق؟ لا، ما ينفعش تشوفني فوق، انت انزل تحت عند الناس اللي تحت، شوف الناس اللي تحت، اخدمهم وشوفهم طلباتهم ايه، ولما تخدم الناس اللي تحت اللي هم ابنائي واخواتي هتشوفني. يبقى في الخدمه اللي احنا بنخدمها مع ربنا او العمل اللي احنا بنعمله مع ربنا هنشوف ايه؟ ربنا. في ناس كتيرة تتخيل ان اللي بيعمل مع ربنا هم بس الناس المكرسة. يعني ايه المكرس؟ يعني الاب الكاهن، خادم قال لك انا هكرس حياتي للخدمة. انما كل واحد فينا لازم يعمل ويعمل مع الله، لازم كل واحد فينا يخدم. حياتنا كلها خدمة، خدمة مع ربنا. ما نفتكرش انها لحد ومش لواحد تاني ومش ليا. ربنا مدينا ايدين ورجلين، لازم احط في حسابي ان ايديا ورجليا دول هما الايدين الوحيدين اللي شغالة فين؟ في عقل ربنا. لو انا فكرت ان في ناس تانية غيري كتير، ميات والاف شغالة غيري، يبقى ولا انا هشتغل ولا غيري ايه؟
تخيل كل واحد اعتمد على التاني ان هو يشتغل، حد هيشتغل هيجي يحصل حاجه. طب فلنفرض مثلا هنا في الاجتماع انا ما جيتش، استاذ جورج ما جاش، استاذ مارتيرو ما جاش، هيبقى في اجتماع؟ انتوا ما جيتوش، كل واحد فيكم ما جاش، كل واحد قال لك ما هو في ناس بتيجي اصلا، انا هاجي هعمل ايه؟ لو كل واحد فكر في نفسه وقال لك لا انا في دور عليا ان انا اجي الاجتماع واحضر الاجتماع واجي، لا يبقى انا كده بعمل عمل ايه مع الله، باجي بعمل دوري، ما ببصش لحد تاني، حتى لو كنت لوحدي لوحدي وجاي هنا لو جاي احضر الاجتماع ومش شايف اي حد غيري، لا اجي واقعد مفيش مشكله. انا لو خادم وجاي وببص ولقيت نفسي انا لوحدي في الاجتماع، ايه المشكله؟ اجي واعمل عمل ربنا، ربنا هيستخدمني، ربنا بيرسلني للاجتماع ده عشان ايه؟ هدف معين انا لازم ايه امشي فيه. انتوا نفس الحكايه، ربنا بمهمتك انك انت تيجي تحضر الاجتماع، تجيب حد معاك، هو عملك انك انت ممكن تجيب حد معاك، جبت نفسك مش مشكله ماشي، بس تحضر الاجتماع ايه معانا. اهم عمل عند ربنا هو خلاص النفس، خلاص النفس ده هو ايه، حتى الكتاب بيقول لنا لانه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. ربنا جاي يطلب اللي مين اللي هلكوا، مش جاي يطلب الناس اللي ايه اللي ايه مؤمنين. ممكن نلاقي في ناس، يعني في ناس هنا بتشتغل اعمال حرفيه صح، في نقاشين، في سباكين، في اصحاب شغل صح، بتشتغلوا ايه؟ ها لو احنا في شغلنا ده ما حطناش الجانب الروحي في شغلنا، ايه هو الجانب الروحي او العمل الروحي؟ حضورنا للكنيسه، حضورنا للاجتماع، صلواتنا، خدمتنا، نخدم اللي حوالينا. لو ما حطيناش العمل الروحي في خدمتنا حتى هنا في الكنيسه، الكنيسه اي حد بيمسك هنا اي نشاط او بيمسك اي وظيفه اداريه، اي وظيفه في الكانتين، اي وظيفه في المكتبه، ماليات، وظائف خدميه، وظائف اجتماعيه، كل ده اذا ما كانش هو في جانب روحي ماشي مع الجانب الاداري، الايه الشغل بتاعه ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه خالص. حتى يقول لك هنا تجف معه النفس، تجف معه النفس، يعني النفس بتاعته بتنشف. عندنا مثل استفانوس، استفانوس كان بيخدم خدمة الموائد، بس هو كان مهتم بالمائدة، يعني دي خدمة اجتماعية بنسميها، الموائد اللي هو الناس بتيجي بيقدم لهم الاكل بتاعهم، والناس اللي هم مش قادرين، وبيستضيف الناس، خدمه الموائد. وخدمه الموائد برضو بتتقال على الخدمه في الكنيسه اللي هي الافخارستيه ماشي، اللي هي التناول يعني. فهو كان مهتم بخدمه الموائد، هل هو ما كانش مهتم بالجانب الروحي بتاعه؟ ما كانش بقى استفانوس، ما كانش بقى اول الشهداء، ما كانش رئيس الشمامسه. الكتاب في اعمال الرسل 6 بيقول ايه؟ لأن استفانوس فإذا كان مملوء إيمانا وقوة، يعني استفانوس كان مملوء إيمان وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة. يبقى هو وصل إن هو يصنع عجائب وآيات عظيمة مش عشان خدمته، عشان كان إيه مملوء إيمانا وقوة، وقدر إن هو يقف قدام ثلاث مجامع. ثلاث مجامع، عارفين المجامع ولا مش عارفينها؟ مجامع بتيجي ناس ممثلين من كنائس كتيره وبيتحاوروا في امور كنسيه مش مطابقه للامور بتاعتنا، قدر يحاورهم وقدر يتكلم معاهم ويناقشهم. ايه اللي هي ايه؟ مجامع مش جوامع، مجامع. خلي بالك الكنيسه بتاعتنا كنيسه جامعه ماشي، جامعه رسوليه، فجامع حاجه ومجامع حاجه والحاجه تانيه. في واحد قابل احد الكهنه وقال له انا عندي مخازني وعندي تجارتي وفلوسي وكلام ده كله، انا عندي استعداد ان انا اقفل تجارتي واقفل محلاتي واقفل كل حاجه، يعني اي واحد عنده نشاط بيقفله ماشي، واكرز بالمسيح واروح اكرز بالمسيح. الكاهن قال له لا، انت مش محتاج لكل الكلام ده، انت تاجر، ربنا ارسلك انك انت تبقى تاجر، بس لما تبقى تاجر تبقى تاجر ازاي؟ تبين صورة ربنا، تبين مسيحيتك، تمشي على المبادئ المسيحية. لما تبان المبادئ المسيحية بتاعتك واللي انت ماشي عليها
والناس هتشوفك كده، انت كده هتجذب ناس للكنيسة. ليه؟ للكنيسة، هي دي مهمتك. مش المهمة بتاعتك انك انت تسيب شغلك ولا تسيب حرفتك ولا تسيب مصنعك ولا تسيب الحاجات دي كلها، لا، انت ليك واجب، ليك رسالة معينة تأديها، اللي هو شغلك اعمله عادي، بس تعمله من خلال الايه؟ المسيح. انما اللي بيعمل بره الكلام ده كله، يعني في تجار بتغش وبتستغل الناس وبتظلم الناس، هل الكلام ده كله عمل مع الله؟ بيع كل ما تملك وتعالى اتبعني كايه؟ كاملاك، مش كرساله. يعني هو مش رسالته ان هو يعني ده واحد كان غني، فالغني مطلوب منه ان هو يدي الفقير، يدي الكلام ده كله ويجي يتباعه. انما مش انا اصلا تاجر وقال له سيب التجاره بتاعتك وتعالى اتبعني، مش قصده كده. هو قصده ان الشخص ده بالذات كان همه على فلوسه. يعني من يخدم سيدين ما ينفعش، صح؟ فهو اللي حصل ايه؟ ان هو عارف ان هو بيحب المال، فقال له بيع كل اموالك وتعالى اتبعني. ده ما مرضيش. ما ورسالة ربنا ان لما اجي اعمل العمل بتاعي اعمله عمل خير. حتى ربنا بيتقال عنه ان هو كان يقول يصنع خيرا. والقديس بولس الرسول يقول لنا ايه؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعله فتلك خطيه. يعني تخيل انت لو قدامك عمل حسن تعمله او عمل خير تعمله وما عملتوش، دي تعتبر ايه؟ خطيه. يعني جالك واحد محتاج مساعده، دي تعتبر ايه؟ وما ساعدتوش، تعتبر خطيه. خطيه. وربنا لما بيجي يعمل عمل معين مش بيعمله علانيه، بيعمله في الخفاء. طب ليه ربنا لما بيعمل عمل بيعمله في الخفاء؟ لان الله لم يره احد قط، محدش ايه شافه قبل كده. فاي عمل بيعمله ربنا بيعمله فين؟ في الخفاء. طب ازاي يظهر للناس؟ يعني ربنا عايز يساعد مثلا جرجس. جرجس مزنوق في فلوس وعاوز ايه؟ يديله فلوس. ربنا هيبعت له فلوس بس هيبعتها له في الخفاء. طب يبعتها له ازاي في الخفاء؟ لازم يستعمل حد يخليه يديله ايه؟ فلوس. الحد ده هو الشيء الظاهر اللي احنا بنشوفه بعينينا، ماشي؟ فربنا بيخفي ذاته او بيخفي نفسه، ومن تواضعه ان هو بيخفي نفسه وبينسب العمل الخير اللي بيحصل ده لحد تاني. يعني انت لو ناجح في عملك، انت راجل نجار وعملت ترابيزه زي دي وعملتها شكلها حلو ومنظرها جميل جدا، جيت قلت انا عملت ترابيزه ما حصلتش قبل كده، ماشي؟ انت نسبت العمل ده لمين؟ لنفسك. هل انت فعلا عملتها ولا الله الذي يعمل فيك هو اللي عملها؟ ربنا هو اللي عملها، بس هو اظهرك، حطك انت في القدام، انت اللي ظاهر، هو مش ظاهر، وبينك انت وقال لك انت خد انت المجد كله، انت اللي صح، انت اللي عملت دي، انت اللي اخترعت الصاروخ وطلعت بيه القمر، انت اللي عملت، انت اللي عملت التلفزيون، انت اللي عملت الموبايل، انت اللي عملت الكلام ده كله. انا اللي بعمل ده كله، ربنا اللي بيعمل ده كله، بس حطك انت ايه اللي تظهر. ربنا بيستخدمنا احنا ان احنا نعمل الايه؟ نظهر، وهو اللي بيعمل الاعمال كلها في الخفاء. بس لازم يكون عملنا ده عمل ايه؟ مع ربنا. اذ كنت انسان ورجل الله لابد ان الله يحل فيك ويعمل بيك وتكون انت الصورة المنظورة لعمل الله. اللي عاوز يساعد واحد، اللي عاوز يساعد واحد، خلي بالكوا مش بيساعده ايه؟ ربنا مش بيساعده بصورة منظورة، بيساعده بصورة غير ايه؟ منظورة. ودايما لما يكون في عمل بيني وبين ربنا، يعني انا حاطط ربنا في النص، يبقى في عمل شركه بيني وبين ربنا. تخيل انت عملت الشركه بينك وبين مين؟ ربنا. العمل هيطلع ناجح ولا مش هيطلع ناجح؟ اكيد هيطلع ناجح. القديس بولس الرسول يقول لكي احيا لا انا لكن المسيح يحيا فيا. ربنا قال بدوني لا تستطيعون ان تعملوا شيئا. لو انت وصلت لانك انت حاطط ربنا قدامك، ربنا هيكشف لك اللي هو عاوز يعمله عن طريقك. يعني انا دايما بقول يا رب انت عاوزني اعمل ايه؟ ايه رسالتي اللي انا عاوزها؟ لا، ربنا هو اللي هيكشف لي
لو انا حطيت دايما ربنا في قدامي ومشيت بمبدأ ان انا وربنا بنشتغل مع بعض ومبدأ الشركة مع ربنا، هتلاقي ربنا وضح لك وبين لك اللي ايه طريقك. وبرضو اخلي في حياتي العادية ان انا حياتي الخارجية تبقى هي حياتي الايه الداخلية، يعني ما بينش للناس ان انا بخدم وان انا بساعد وان انا بعمل وان انا بعمل وانا اصلا بعيد عن ربنا خالص. لا، انا ايه اخدم واعمل واقرب من مين؟ ربنا. احضر قداسات، اصلي، لما اجي اعمل خدمة اعملها بامانة وبضمير. حتى في شغلي لما اجي اشتغل اعمل شغلي بامانه وبضمير، اعامل اللي قدامي اعامله بامانه وضمير، اي حد قدامي بتعامل معاه لازم اعامله بايه؟ بامانه وضمير. يقول لك في امريكا في نحله موجوده في امريكا مشهوره هناك، النحله دي في وقت الشتاء تبقى نشيطه جدا، ووقت الصيف تبقى كسلانه خالص. وقت الشتاء بتبقى نشيطة، بتعمل ايه في الشتاء؟ لا بتطير وتروح من الزهرة دي للزهرة دي وللزهرة دي، وتبتدي ايه تاخد الرحيق، وبعد كده بتبتدي ايه تنتج العسل بتاعها وتطلع العسل. انما في الشتاء في الصيف بيبتدي بقى الكسل. مهمتها في الكسل انها لو شافت اي بني ادم تلسعه ده الكسل. فاحنا يا ربي احنا هل رحنا نشيطة؟ رحنا نشيطة بننتقل من مكان لمكان وبنطلع حاجات حلوة، ولا كسالة ومهمتنا بس ان احنا نلدع في ده ونلدع في ده ونلدع في ده؟ ماشي. بيحكي مرة يقول لك في واحد من الخدام راح زار عيلة ولقى العيلة دي من العائلات النشيطة جدا اللي بتحب تجذب ناس للكنيسة وتجيب ده وتجيب ده، ولو شافت بيت بعيد عن الكنيسة تروح تزوره. يعني شاف العيلة دي نشيطة قوي وغيورة قوي على ايه؟ على ربنا. فهو عاوز يعرف ايه سر الغيرة اللي عندهم دول، فسألهم قال لهم انا شايفكم كده حابين الكنيسة قوي وبتخدموا بضمير قوي بس هم يعني من تواضعهم ما رضوش ايه يجاوبوا. بس هو لقى الحل في صورة متعلقة على الحيطة، الصورة دي متعلق عليها آية، الآية دي بتقول مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء. مين هو اللي مات؟ المسيح مات لأجل الجميع، يعني مات على إيه؟ من أجلنا كلنا، لكي يعيش الأحياء، عشان نعيش إيه؟ أحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم. يبقى هو مات لمين؟ للأحياء، والأحياء دول مهمتهم إنهم يعملوا إيه؟ يعيشوا إيه؟ مش لأنفسهم، يعيشوا لمين؟ للي مات من إيه؟ لاجلهم، مش مات لاجلهم. يعني كده ايه؟ ربنا مات لاجل ناس كتيره قوي، مات لاجلنا كلنا. الناس دي كلها مطلوب منك انت انك انت تخدمهم وتعاملهم معامله كويسه وتتعامل معاهم بخدمه، علشان كانك انت بتخدم ابناء ربنا، فابتدي ربنا كده انت بتخدم مين؟ ربنا بالظبط. القديس العظيم مش اللي هو بيعمل عجائب وحاجات غريبه كده، لا، اللي بيعمل حاجات عاديه بس بيعملها باسلوب جميل قوي او باسلوب خارج عن الايه عن الطبيعي، هو ده الايه اللي بنسميه انسان ايه كويس. وربنا قال علينا ايه؟ انتم نور العالم. دعانا ان احنا نور العالم، ودعانا ايه؟ ملح الارض. قال انتم نور العالم وانتم ملح الارض. ليه النور وليه الملح؟ النور لان ما فيش نور غير ما ايه ما يحترق، والملح لما اجي احط على الاكل ايه ملح لازم ايه بيحلي الاكل. طب يحلي الاكل ازاي لما احط الملح؟ لازم الملح يدوب في الاكل، صح ولا لا؟ يبقى ذوبان الملح وان انا احترق، هل انت عندك استعداد انك تحترق من اجل الاخرين؟ هل عندك استعداد انك تدوب في الخدمه وتدوب في محبه المسيح عشان تطلع خدمه كويسه؟ هي دي ايه معناها، ازاي تكون ملح الارض وازاي تكون ايه نور للايه للعالم. ركبنا قطر قبل كده صح؟ ساعات واحنا راكبين القطر كده بنحس ان القطر بيمشي، والقطر اصلا ما بيمشيش. عارفين ليه؟ بيبقى في جنبينا قطر بيمشي، صح؟ حسيتوها دي قبل كده ولا لا؟ حد حسها لما ركب القطر؟ وانا راكب القطر كده بحس ان القطر بيمشي، اجي ابص ليه ده ما بيمشيش، اتاري اللي جنبي هو اللي بيمشي. هي نفس الحكايه، لو انا اللي حواليا كلهم
شغالين في الخدمه كويس قوي ماشي، وانا ممكن احس ان انا اللي شغال كويس مع اني مش انا اللي شغال كويس، ده هم اللي شغالين، فهم من شغلهم اللي هم شغالينه انا حاسس ان انا ايه اللي بشتغل، وده الكلام ده كان ايه مش مظبوط. المفروض ان انا اللي اشتغل، ما اعتمدش على حد غيري، ابقى انا بسرع ان انا ايه اكون موجود اول واحد في الاجتماع زي ما قلنا، بسرع ان انا احضر النهارده. ربنا وقت ما يقول انا محتاجك لازم يلاقيني. يعني مره ربنا احتاج جحش، فاكرين جحش في يوم حد الزعف ربنا احتاج ايه جحش، لقاه موجود. طب انا اللي ربنا خلقني وعلى صورته ومثاله، لما يجي يطلبني هيلاقيني ولا مش هيلاقيني؟ هل كل واحد سأل نفسه ربنا لما بيطلبني بيلاقيني ولا ما بيلاقينيش؟ طب تخيل ربنا لما طلب جحش لقاه، امال انا بقى ايه بقى؟ في قصة بتقول ان زمان قوي ايام ما كان في عبيد وناس من الناس الاغنياء قوي، كان عنده عبيد، فجاله ضيف من الضيوف. الضيف ده دخل فلقى يعني جاي يعني ياكل عند الراجل ده، وهو قاعد كده فلاحظ حاجة، لاحظ ان العبيد كلهم شغالين وكلهم كويسين يعني، بس لقى واحد بيشتغل بضمير قوي، فلفت نظره قوي، هو ليه الراجل ده بيشتغل بضمير قوي كده؟ فراح لصاحب الايه البيت وقال له هو ليه العبد اللي عندك ده بالذات اللي انا شايفه نشيط وبيشتغل بالضمير بزيادة عن اللزوم، بزيادة عن اللزوم قوي يعني؟ قال له هو بيحبني قوي. قال له بس يعني مش بالمنظر ده. قال له طب انا هوريك حاجة، هوريك حاجة تشوفها بعينيك يعني. قال له ماشي. راح جاب كاس وحط فيه عصير، بس العصير ده كان مشكلته ان هو مر قوي قوي ايه فمسك الايه العصير ده ونادى على اول عبد، قال له تعالى خد اشرب الايه العصير ده. العبد راح يمسك شرب العصير، وهو بيشرب كده العصير لقى طعمه وحش، راح ايه انتفه كده وراح رمى الايه، قال له ايه ده طعمه وحش قوي، راح ايه رماه ومشي. راح نادى على العبد الثاني قال له اشرب من العصير ده، جاب له برده كاس والعصير نفس العصير وشربه له. الثاني مجرد ما حطه بس في بقه لقى مر، رماه على طول. قال له بص العبد بقى اللي انت بتتكلم عنه ده انا هجيبه لك دلوقتي شوف هيعمل ايه. جاب العبد ده وقال له اشرب من العصير ده، العبد مسك العصير وراح شرب الايه الكوبايه كلها وهو مبتسم وفرحان، وراح سلم الايه الكوبايه لمين؟ لصاحب الايه المكان. الراجل الضيف استغرب قال ايه ده الاولاني رمى الكاس والتاني رمى الكاس وما كانوش طايقين طعمه، اشمعنى ده الراجل العبد ده بالذات اللي استحمل؟ قال له طب روح اساله هو عمل كده ليه. فقال العبد هو ليه انت العصير ده شربته؟ قال له هو بصراحه كان طعمه مر جدا، ولما نزل بطني وجع لي بطني جدا، بس انا ما بصيتش على العصير وما بصيتش على طعمه، انا بصيت على الايد اللي ايه بتقدم لي العصير، الايه العصير، الايد اللي بتقدم لي العصير، الايد دي ياما قدمت لي بركات، الايد دي ياما اعطتني، ما جيش في يوم وقال لها ايه مش هاخد منك حاجه. الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل، هو عاوز يقول كده. هل الخير من ربنا نقبل والشر من ربنا؟ يعني ربنا لو سمح بشر لينا مش هنقبله؟ نقبله ماشي. ليه؟ عشان هو بيحب سيده. ممكن اسال نفسي سؤال، ما هو العمل الروحي الذي اقوم به في الكنيسه؟ ايه العمل الروحي اللي انا ممكن اقوم فيه ايه بالكنيسه؟ وهل العمل الروحي اللي انا هقوم بيه ده ليه وزن؟ يعني مثلا هروح ازور مريض، هل دي ليها قيمه، ليها وزن، ليها اهميه ماشي، ليها اخطار؟ ها لما اجي اعمل عمل اشوف اقيس الوزن بتاعه اشوف اهميته، ممكن الاقي نفسي بعمل عمل ملوش اي لازمه خالص. ممكن اجي ابقى في النادي بتاع الكنيسه وماسك النادي بتاع الكنيسه والماتشات الكوره واجي اتخانق مع كل الموجودين، يبقى انا عامل ايه؟ او خدمتي ليها اي لازمه؟ ولا انا عاصرت كل الموجودين؟ ملهاش اي لازمه، صح ولا لا؟ يقول لك حتى في مره في حديقه او يعني مزرعه عنب، المزرعة دي دخل واحد شافها لقاها كلها بايظة، العنب فيها كله بايظ، معناها مليانة عنب يعني.
فسأل هو ليه العنب ده بايظ؟ قال اصل صاحب المكان ده عمل ايه؟ جاب واد صغير وقال له ايه؟ انت مهمتك بس انك تمشي كده في وسط الايه؟ الحقل ده وتهش الايه؟ العصافير. دي مهمتك بس. بس الواد ده ايه؟ كسل. ما عملش كده، فاللي حصل ايه؟ العصافير نزلت على العنب بوظت العنب كله الموجود. مع انه عمل بسيط جدا، بس ايه اللي حصل؟ بوظ الحقل كله. فما نبصش على العمل اللي انا بعمله، ممكن يكون عمل بسيط. بس لما اجي اعمله اعمله بايه؟ بضمير، واعمله بامانه. يقول لك لما اجي اعمل عمل ربنا اعمله بقوه، واعمله بكل قوتي يعني، وبكل نفسي وبكل ارادتي. الرسل زمان لما كانوا بيروحوا يستشهدوا كانوا بيروحوا بقوة عظيمة، ما كانش بيهمهم حد. داود النبي قال أقسم داود إني لا أدخل إلا مسكن بيتي، يعني أنا مش هرجع بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، يعني مش هدخل ولا أنام على السرير، ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدري إلا أن أجد موضعا للرب ومسكن الله يعقوب. دي روح نشيطة، روح قوية، حتى بتقولك انا مش هنام، مش هنعس، مش هرتاح خالص الا لما اجد ايه؟ موضعا للرب في ايه؟ ولما اجي اختار لما اجي يعني ربنا يرشدني او ربنا يرسلني لخدمه معينه او لعمل معين اعمله، ما اقولش لا انا عاوز اعمل عمل تاني. زي ما ربنا هو اللي ايه يعني، ما افرضش على ربنا عمل معين، زي ما ربنا يوجهني انا احط نفسي فيه. يعني ما اجيش اقول مثلا ايه، انا شايف نفسي لو انا كاهن انا ممكن اخدم، يعملوني بس كاهن. او مثلا واحد يقول لك ايه، لا انا هخدم في مصر الجديده، انما منطقه العشوائيات دي مش هخدم فيها. لا لا لا، يعني انت لو تبص على عمل سهل، لا ما تبصش على، يعني مش حكايه الخدمه مع ربنا او العمل مع ربنا، مش انك انت تبص على عمل سهل ولا على عمل يجيب لك شهره ولا عمل يجيب لك ايه عظمة. يعني ما تفكرش انك انت، ما تفرضش على ربنا انا عاوز اخدم بطريقة معينة. لا، سيب نفسك، سلم نفسك لربنا. لما تسلم نفسك لربنا، ربنا هيحطك على الطريق المعين وانت امشي فيه. ما تقولش لا مش هقدر، امشي فيه وربنا هو اللي هيرشدك وهيكمل معاك. ولما نلاقي في ربنا لما بعت مريم مرقص اللي وصل للمسيحية لمصر، بعته مصر. مصر دي كان شكلها ايه؟ كان صعبة جدا. هل بعته في مكان سهل ولا بعته في مكان صعب؟ بعته في مكان صعب. مصر دي كانت ماسكاها الحكم الروماني، والحكم الروماني كان من اصعب الايه؟ الحكم وقتها، وكان فيها اوثان، وكان فيها تعدد اديان وثقافات وحاجات، يعني كانت حاجات كتيرة قدامه صعبة. بس ربنا نشر الايه؟ المسيحية عن طريق مرقص، ومرقص ما ايه؟ ما اعترضش. توما راح لبلاد بتاكل لحوم البشر، يعني اتحطوا في اماكن صعبه، وربنا ايه بروح ربنا قدروا ان ايه عملهم يتمجد. دايما بنقول، عشان بس انا طولت عليكم، اللي عايز يخدم دايما يحط ان ربنا هو الطريق بتاعه. هنقول ايه حاجات معينه. لما اجي ايه اخدم، هاجي اقول لربنا ايه، ها انا ذا يا رب، ها انا ذا ايه تسلمني، يعني انت يا رب استلمني، ها انا ذا علمني. بعد ما ربنا يستلمني ايه يعلمني، لان انا ايه ما مش عارف حاجه يا رب. اي واحد بيتحط في اي مكان انا مش عارف حاجه، فالاول استلمني يا رب وبعد كده ايه علمني، وبعد كده ها انا ذا يا رب ايه ارسلني، ابعتني بقى، ان خلاص اتعلمت ابعتني في المكان اللي انت عايزه. طب وبعد ما اروح المكان اللي انا عايزه، ها انا زي يا رب استخدمني، استخدمني في المكان اللي انت ايه عايزه، استخدمني ان انا ابشر، استخدمني ان انا باعمالي الصالحه اللي انا بعملها في شغلي الناس كتيره تتاثر ويتمجد اسم ربنا ويحبوا ربنا اكتر. لو في واحد عيان ما اقولش لا استاذ اشرف يروح هو يزوره، انا مالي،
انا مش خادم عشان اروح ازور زميلي، لا انت عليك، انت تعرفه وعارف ان هو تعبان في مستشفى، لا ما تروح تزوره، روح زوره في البيت. ماشي، ايه المشكله؟ اي حد محتاج مساعده ماشي، ما اجيش اقول له لا في لجنه بر هناك اهي، روح في يعني، ما ارميش على حد تاني. انا بكلف بحاجه، ما ايه، ما ارميهاش على حد تاني، ما اعملش حاجه بيسموها سياسه التحول، ان انا بنقل خدمتي لخدمه حد تاني، لا ربنا طالب منك حاجه معينه انفذها، ما كسلش. واكتر حاجه بتشجع الانسان ان هو يعمل مع ربنا، انه حاسس ان ربنا ايه، شايفه ومتابعه، وهو اللي ايه، بيدبر خطواته ومعاه على طول. يا ريت كلنا نعمل عمل مع الله ونبقى مع ربنا، ونحط ربنا دايما قدامنا في شغلنا في عملنا، ما نسيبش نفسنا للفهلوة وظلم الناس. وخلي بالك انت لما بتظلم، بتظلم الانسان اللي قدامك ده، اذا كنت بتتعامل معاه كموظف عندك، او انت بتتعامل معاه كعميل عندك، او يعني زبون عندك بتتعامل معاه، لو انت ظلمته ما غلط طبعا، انت كده انت بعدت ربنا عنك خالص، حتى مش هيبقى فيه بركة في بيتك، مش هيبقى فيه بركة في حياتك. حياتك الأسرية مع باباك ومامتك لازم يكون فيها بذل ذات، ابذل نفسك من أجلهم، من أجل راحة الآخرين. كل ده خدمات الواحد ممكن يقدر يعملها، وأهم خدمة إنك أنت في عملك شغلك، هو أهم حاجة إنك أنت إيه، تعمله بضمير وأمانة. عملك بضمير وأمانة هو اللي بيخليك إيه، في الشركة مع الله، وربنا يبارك في حياتك، وربنا يبارك في حياتكم كلكم. وشكرا، اتفضل.